كيف تقيمون أو تتفاعلون مع ما قدمته الحكومة العراقية من تفسيرات ورؤية عن تأخر موازنة أو جداول موازنة 24 بأنها كانت تعالج مستوى العجز الكبير في الموازنة؟ وهل هذا العجز الآن الحكومة لديها أبواب لسد العجز تتمكن أم لا بحسب رؤيتكم واطلاعاتكم على جداول الموازنة في اللجنة المالية؟ حقيقة يعني الحكومة بررت شيء آخر لكنها أخفقت في موضوع آخر. تأخر تمرير الموازنة والمصادقة على تمرير المصادقة على جداول الموازنة الأربعة اللي هي جوهر الموازنة حقيقة يدخل الموازنة في نفق مظلم، لأنه الموازنة يعني إيصال الأموال إلى الجهات والوحدات الإنفاق الكلية سواء المحافظات أو الوزارات لتنفيذ مشاريعها، لذلك التأخير إيصال هذه المبالغ إلى هذه الوزارات والمحافظات يعني إننا لا نعرف ما هي الخطة أو ما هي الأهداف من الموازنة، لأننا نعتمد على التقديرات السنة السابقة ونحيلها إلى السنة الحالية، لذلك الموازنة ما حققت أهدافها. هل تم معالجة أو تم قياس أثر النفقات السنة السابقة؟ ماذا حققت الموازنة؟ هل حققت أهدافها؟ حققت إصلاح اقتصادي؟ حققت بعض التقدم في قضية التنمية، لربما معالجة المشاكل الاقتصادية الأخرى، التضخم والكساد اللي كان موجود بالسوق العراقية، القضاء على البطالة أم لم تحقق؟ لأننا الموازنة العراق منذ سنة 1921 يقدم موازنات، هي موازنة بنود يعني العثمانيين كان عندهم نفس الموازنة، لازلنا نحن الآن إلى سنة 2024 نعتمد نفس موازنة بنود، ما حققت أهدافها. لذلك عندما يتم تمرير الموازنة في منتصف السنة يدخل كافة نفقات يعني كافة وحدات الإنفاق في أزمة، وبالتالي هي مجبرة على أن تقوم بصرف الأموال بوتيرة متسارعة وبدون تخطيط وبدون التنمية، لأنها بالتالي في نهاية السنة سوف تسأل هل أنفقت الأموال أم لم تنفق. قضية العجز، إحنا عندنا العجز اللي موجود، عندنا عجز ميزان المدفوعات وعندنا العجز النقدي وعندنا عجز الإيرادات النفطية أو غير النفطية. الآن اللي موجود، إحنا مررنا موازنة 23 بعجز 64 تريليون وموازنة 24 بعجز 62 تريليون، وهناك من يقول من بعض الخبراء الاقتصاديين إن موازنة 25 سوف تكون موازنة ممولة بالعجز بصورة كاملة، إذا حسبنا 60 وال 64 وموازنة 25 سوف تكون 80 تريليون، يعني موازنة 25 سوف تكون ممولة بالعجز. لذلك البنك المركزي كان قراره واضح وحاسم إنه البنك المركزي لن يدخل في قضية تمويل العجز، لأن الموازنة هي خطة حكومية، وبالتالي على الحكومة اللي يكون لديها خطة واضحة حول الدين العام والقروض ومعالجة العجز، لا أن يأتي البنك المركزي ويرجع للحكومة يعني بصريح العبارة. لذلك الحكومة أمام اختبار جديد، إحنا موازنة أو الإنفاق الفعلي في موازنة 2023 بلغ 157 تريليون حسب بيانات وزارة المالية، نأتي إلى موازنة 24 بعد أن كانت أصلاً موازنة 23 عالجت بعض المشاكل الاقتصادية وبعض المستحقات اللي أعطيت لمستحقيها لبعض وحدات النفاق اللي كانت تطلب في 2020، وأيضاً في موازنة 2020 باعتبار 20 و22 لم نمتلك موازنة، لذلك موازنة 23 عالجت كل الاختلالات في هذه السنتين، ومستوى الانفاق الفعلي صار 157 تريليون. الآن الحكومة تأتي يعني مباشرة تدعي أو تذهب إلى موازنة ب 211 تريليون، أعتقد هذا رقم مبالغ به، ويجب أن يكون لمجلس موقف واضح في التعديل وأيضا في التخفيض. نعم.